مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير سودة دجاج. عندنا كيلو سودة، نص بصلي، عيدين قرفه، حبه هيل، كبشه قرنفل، ورقه غار، كمان عندنا ملعقه صغيره ملح، نص ملعقه صغيره فلفل اسود، ونص ملعقه صغيره سبع بهارات، وثلاث معالق طعام زيت زيتون، وملعقه طعام دبس الرمان. دبس الرمان بيعطي كتير نكهه طيبه للسودة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا ننظف السودة، بسم الله، إذا فيها أي شيء سواد منشيله، ما فيها نضيف هيدي. كمان نفس الشيء بشيل الشروش منها، هيدا الشكل بنضفها بقطعها كل الشروش والسواد مثل هيدولي منشيلهم. شفتوا كيف هيدولي كلهم منشيلهم. بقطعهم كلهم وبغسلهم، نرجع منشوفكم. بعد ما قطعت السودة وغسلتها بهيدا الشكل، هلا بحطها على الغاز، بحط فوق البصل، المنكهات، قرفة كمان، هلا بغطيهم بتركهم لينسلقوا شوي. بس غلوا شوي بهيدا الشكل، هلا بحركهم. نحركهم مع بعض. كمان برجع بغطي المقلاي. بسم الله. بعد ما سلقتها للسودة مصلقة، بسم الله، هلا بشيل عيدين القرفة وورق الغار والبصل، كمان شيلهم من عنده. بهيدي الطريقة متأكد 100% السودة استوت، بس نسلقها قبل ونرجع نقليها. بتركها شوي لتنشف المي منها، برجع بصفي أنا وياكم. بصرت المي بهيدا الشكل، بنحط زيت الزيتون. بسم الله. كمان البهارات والملح، دبس الرمان، خلطهم منيح مع بعض. واو، ريحة كتير طيبة. هلا بتركهم لتنشف المي، برجع كمان بشوفكم. بس نشفت المي بهيدا الشكل، هلا صاروا جاهزين للتقديم. بنحط الغاز.
برش عليها شوية بقدونس بهيدا الشكل، بيعطي شكل كتير حلو. هيدي السوداء اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.